انا عايز اقول لكم على حاجه بس، يعني هنا في، بس انا مش هتكلم في موضوعات زي دي دلوقتي لغايه لما تخلص. هو الدلتا الجديده بعيده عن المحافظه هنا؟ الدلتا الجديده اللي هي على في طريق الضبعه بعيده عنكم؟ طب ممكن تشغل ناس؟ اشغال مختلفه، تجاره وتاخد منتجات زراعيه منها تروح في اتجاه اشقائنا في ليبيا ممكن؟ طبعا. انا بس عايز اقول لكم ايه، لما تيجي تقول ايه هيبقى عندي جنب مني هنا على اطراف المحافظه او في عمقها في 2 مليون فدان شغالين، طب وتوشكا وشرق العنات بعيده عنكم؟ لا. وفي حته تانية بس انا مش هتكلم عليها لغايه لما نشوف اذا كان في فعلا ميه ليها ولا لا. يعني انا عارف، ما بنقولش الا لما يعني انا عارف، انا عارف، ف يعني ما بنقولش على الحاجات ديت لغايه لما نطمن على ان اجراءات الدوله والدراسات اللي بتتعمل بتحقق ده. ارجع تاني لموضوع الازمه، فبقول ان ما احنا كدوله خلال العشر سنين اللي فاتت كنا حريصين على ان احنا لا نغامر بالناس في اي حاجه يكون لها مردود مش جيد على مصر. لكن الازمتين دول اللي هو كورونا والازمه الروسيه احنا ما عملناهمش، لكن احنا بنتاثر بيهم. طب التحدي بتاعهم والظرف الاقتصادي الصعب كتحدي هينتهي؟ لازم، مش عشان انا موجود، لا، هو ده حكمه ربنا في الدنيا. البني آدم والمجتمع والعالم يقابل تحديات وبالجهد وبالتخطيط وبالإرادة يتجاوز التحدي ويقابل تحدي تاني ويتجاوزه أو يبقى يقدر إن هو يتغلب عليه. إذن إن إحنا في صراع مع ظروفنا، والظرف الاقتصادي تحدي، وإحنا مصرين بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك.